واحد من أفضل مشاهدة ميسي ونيمار سواريز فترة أطول على أرضية الملعب بالنسبة ليسار برشلونة الحاضرين في الدوحة. بالنسبة ليسار نادي الأهلي طبعا مع دخول عموري الكثير من الأشياء ممكن أن تتغير. عمر عبد الرحمن نجم آسيا الأول اللمسة الأولى تمريرة ذكية خطيرة باتجاه تيسير عرضية ولكن الدفاع يتدخل وبعد ذلك ويملك هذا الكم هذا الكنز من المهارات هذه الإمكانيات الهائلة. عمر استقبال تحرك الآن من جانب المؤشر تمريرة عند عبد الفتاح ولكن أيضا مع تغطية من الدفاع عسير يصل الكرة لا زالت قهوي تيسير أفضل لقطة في المباراة كرة الجميلة اللي لعبها مخادعة طويلة الكرة من جانب عموري باتجاه سوما تدخل أمام السومة لازالت خطيرة عبد الفتاح في مكان خطير على حدود منطقة الجزاء وانتو جميلة بين عمر السومة وتعود لعموري مرة أخرى عموري يلعب كرة تصدف الدفاع وتحولت بعد ذلك إلى ركنية خطيرة اللقطة الأخيرة دخول عموري يعطي مزيد من القوة في وسط الملعب على العشب لا مثيل لعمر عبد الرحمن في الوقت الحالي في كرة القدم الآسيوي عمر يلعبها لجهة اليسار شيفو تحرك بعد ذلك من سلمان المؤشر طلب الكرة هنالك لسوما عمر عبد الرحمن جعيل للنادي الأهلي كان كبيرا جدا كان يضرب به المثل والمدرجات كانت حاضرة دائما بعدد وافر من المشجعين هذه كرة أهلاوية من جانب شيفو تمريرة باتجاه سلمان المؤشر داخل منطقة الجزاء محاولة طرب في المدرجات الأهلاوية فتح مع عموري يصل الكرة بين اثنين مر جميلة من عمر ولكن التغطية أمام عموري وبعد عامر كوردي عمر عبد الرحمن يغير اتجاه اللاعب لكن كرة العودة من تيسير مرة أخرى لوسط الملعب عموري يلعبها لسلمان مؤشر بالراس الكثير من الأشياء التي تميز عمر السومة كثير من علامات ومن طبعا الأشياء التي يشترك فيها مع نجم كبير جدا في كرة القدم الأرجنتينية هو جابرييل باتيستوتا عنده نفس القوة في القدم وعنده الرأس القوية هذه خطيرة من جانب عمر سوما داخل منطقة الجزاء ولكن فيها تسلل اللقطة الأخيرة فيها تسلل على سوما تمريرة من عموري فيها تسلل قبل كل شيء في الكرات العادية وفي الكرات العادة هذه بهدف لكن فيها تسلل واضح على سوما تسلل واضح على سوما ضاعت الكرة الأخيرة وضربة مرمى أو تسلل هو الآخر مجموعة من اللاعبين الفرصة للعب هذه المباراة للأهلي المقهوي لعمر عمر عبد الرحمن يلعب كرة طويلة خلف المدافعين لكنها بعيدة وفي الأخير إلى أهلاوية من النجم اليوناني اللي يقدم أيضا سنوات رائعة في صفوف النادي الأهلي عموري وغير تجلع منصور في الانتظار مهنة تحضير بالرأس كرة فيها ركلة جزاء للنادي الأهلي نعم ركلة جزاء أهلاوية في هذه المباراة عموري عمر عبد الرحمن سيكون على تنفيذ هذه الركلة بعد احتكاك في اللقطة الماضية شوفها مرة أخرى تحضير بالرأس من مهند وحكم عمر عبد الرحمن النجم الإماراتي الموهبة الإماراتية الكبيرة عمر عبد الرحمن يا ولد جميلة من عموري نعم ركلة جزاء لكن تنفيذ في منتهى الروعة من جانب عمر في شباك برشلونة هدف أول أهلاوي هدف للنادي الأهلي بطريقة جميلة من عمر لكي يؤكد الجميع على كمية المهارات اللي عنده على كمية أو حجم الموهبة التي يمتلكها حتى أمام برشلونة تسجلون أهداف بمختلف الوضعيات هذا عمر يضعها بطريقة رائعة أيضا في شباك برشلونة من علامة الجزاء 3-1 في هذا الشوط الثاني الآن هدف أهلاوي مهم من أجل العودة لا يظهر بالإمكانية اللي ننتظرها في لعب الكرة العرضية ولكنها تبعد بشكل جميل عموري أجمل استقبال أجمل مرور أجمل مرتدة بعد ذلك أجمل تمريرة لكن اصطدمت مع مين في حكم المباراة اللقطة الأخيرة وبعد ذلك سهلة ليستعد هو الآخر ليأخذ دورة كرة بالخطأ يستعيدها عموري لمصاعة النادي الأهلي عموري لمسة للأمام خلف المدافعين لا زالت خطيرة الأهلي في الهجوم محاولة لكن